الجمعة مو؟ ايه اقول جمال بلغ على روح شوف اللي هذا نازحين من ريف حماه الشرقي من صوب منطقة سنجار من قصف الطيران براميل متفجرة وصواريخ وعنقودي وطيران وشي حاله يرسوها لها يعني تهجر الشيء 300 ضيعة يعني أكثر الضيعة جت لهون الله يكون بعونه ما فيها عنده شيء عالم عايش بالعراء ليك العالم عايش بالعراء يعني احنا جينا هنا المنطقة هاي شفت عينك مطر وبرد وأطفال جوعان وبرد يعني وضع سيء وضع مأساة